أطباق متنوعة تجتمع حولها العائلة لمذاقها الخاص الناتج عن طهيها على الحطب، وهو ما تحرص فاتحة على الحفاظ عليه رغم تقدم وسائل الطبخ الحديثة. يعني عايشين في الدوار، يعني مازال نتبعوا في عادات جدودنا، يعني تنقول كنسين مثلا عادات جدود، يعني رجوع الأصل فذيل. يعني أنا نحب الدوار، كنطيبوا على الحطب تجي بنينة، تجي باهية، ما تجيش زي تاع الكاس. الكسر تجي باهية، ما تجيش زي تاع التيبونة، كلش يعني ما تجيش في الماكلة تجي باهية، تجي فيها البنة. كيما نقولوا نطيبوا التاي الأخضر على الحطب، التاي ثاني ما يجيش زي تاع الكاز، ما يجيش، يجي حاجة باهية. كي يجوني مثلا يجوني البلاد هكا كيما رمضان نطيب للناس تاع البلاد، أخر مثلا يقعدوا صايمين يقول لك نحوس على كاسة الحطب، نخبز لهم معايا، جي باهي كاسة الحطب خير من تاع حاجة باهية تجي. الوسائل التقليدية تعطي للحياة الريفية نكهة خاصة، رغم أن مثل هذه المظاهر باتت قليلة وربما غير موجودة إلا لدى بعض العائلات في الأرياف. كاينة واحدة من فرنسا، كي جيت تقولي خبزي لي كاسة تاع الحطب، وساعات تجي تخبز ما تقدرش تحطها في الطاجين، صارت تحلها وتقول لي كيفاش ما تحرقيش. صافي تعودنا، تهزي الكاسة نقدم للنار ما نخافش منها، خاصة في النار كي تخافي ما تقدرش تحرقك، بس تهزي الكاسة وتحطها ما تحرقكش. عويت تاع درك يعني كيما نقولوا طيبوا على الحطب ما كانش. درك تجيبي واحدة يا تحرق روحها يا تحرق الكاسة ما تقدرش تطيب. ماهيش متعودة، لأن متعودة كل شيء موفر لها في الدار، بصح نحنا هنا نتعبوا ونطيبوه يعني، والحمد لله يعني واحد يستحمد مادام العبد عنده صحة. يعني نحب الريف ما كذبش عليك، ونحب الدوار. حبس الغاز ما عادش مدي واحد يموت للشر، ما يموتش للشر، لازم نطيبوا. أنا كي حبست الغاز كأنه الغاز عندي كانوا ما عنديش، مادام كاين الحطب نخدموا أي حاجة، مثلا حتى العدس يطيب على الحطب. رغم مشاق جلب الحطب وإشعال النار، إلا أن فتيحة تصر على طهي مختلف أطباقها على الحطب،